السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا دروس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين وكي جي تأسيس من الصفر. كل مرحلة إن شاء الله سيتم إعطاء الطريقة المثلى للتعليم. نبدأ قصة حرف الأ. الحرف الأ عنده أرجل طويلة، تم قص هذه الأرجل الطويلة فصار عندنا أ سمول، أرجله طويلة أ كابيتال، أرجله اللي تم قصها صارت A small. A small مثال عليه اللي هي الأنت. الأنت اللي هي النملة. النملة هذه النملة أوكي بتحب كانت تأكل التفاحة اللي هي الأبل. أنت أنت أبل. الآن خلصنا هذه القصة، تعرفنا على لفظها، طبعا الصوت اهم اشي اللي هو حرف الأ، لفظها أ أبل أ أنت بهذا الشكل. الان في عنا كي جي تو اللي هي سارة. How are you سارة؟ My name is Sarah. I'm كي جي تو. Yes excellent thank you سارة. الان لما بدي اتعلم اي طالب زي ما قلت لكم من سواء من المبتدئين او من الصفر، بعطي بعض الكلمات وبحاول انه يحفظها. احنا عطينا لسارة هون اللي هي الابل، الابل اند انت. طيب hi. الان انت اوكي هاي ابل هاي اند انت. حتى يتم تذكر الحروف وعدم نسيانها بنعلق الحروف هاي على الحائط. علقي لي يا سارة على الحائط. الآن سارة عملت على تلصيق الآ كابيتال والآ سمول. الآن بكتب أنا بالدفتر الآ كابيتال والآ سمول في الدفتر زي ما هم شايفين في خطوط، على أساس أن يكتب على الخطوط بيكون أكثر للفهم والحفظ الحرف. بيكتبها وبيقرأها أكثر من مرة إنها حرف. حرف شو يا سارة؟ small a small a كبير capital. okay now write a capital. كيف الا كابيتال يا ساره؟ لها اجرين صح؟ ارجل a. يلا اكتبي لي اياها على اللوح. يلا small. ممتازه طريقة الكتابة الصحيحة. طبعا هذا للمبتدئين. الآن الكبار بيقرأوا حرف الأ، بيقرأوه وبيحطوا عليه كلمات أنت أبل like this، وبعدين بيظلهم يحاولوا إنهم ما ينسوا الحرف اللي هو اللفظ الصوت أو اسم الصوت، بيظلهم يكرروا فيه لحد ما يحفظوا حرف الأ. الأطفال بنعملهم أكثر من تمرين اللي هو دائرة كتابة توصيل حرف الأ كابيتال وسمول، تمييز بيناتهم. ويعطيكم العافية.